السلام عليكم متتبعات قناة ألوان سيمان، مرحبا بكم. قبل ما نبداو بغيت نشكر جميع اللي اشتركوا في القناة، الجداد واللي اشتركوا من قبل واللي انضموا غير هاد الايام. كنشكركم بزاف، كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى الكومونتيرات الزوينه وعلى التعليق واللايكات ولا المتتبعات من الجزائر. دخلوا عندي شي متتبعات من الجزائر، كنشكرهم بزاف على التعليقات ديالهم. نتمنوا نقدم لكم شي افاده بالدعم ديالكم البنات، راه غير كتزينوا ملي كتزيدوا كدعمونا، راه كنزيدوا كنتشجعوا وكنقدموا كل ما هو جديد وكل ما هو افضل لكم. وشكرا. اليوم جبت لكم واحد الطلب ديال عدد من الاخوات، سولوني عليك على الطريقات كيفاش نبرم. كان نبرم الخيط على 5 شعرات وعلى 4 ولا على 6. اليوم غنقدم لكم الطريقه، نتمنى نوصل لكم الفكره وتفهموا البنات. بسم الله غنبداو. هذا هو الخيط طرز الرباطي، الخيط المبروم، هو خيط رقيق بزاف. هو كنجمعو على 3 ولا على 4 ولا على 5، كل خدمه واش كتبغي. بحال السفيفه البنات، حسن تخدمي ب5، ديك السفيفه اللي خدمت لكم من الاول تخدمي ب5 كتجي زوينه. الرنده ديال الكروشي خدميها ب4، الرنده ديال الكروشي البنات في هذا الخيط على 4 شعرات كتجي زوينه وفنه، حسن من 5. بسم الله غنبداو نوريكم الطريقه في الصوفه، غنوريكم الطريقه في الصوفه حيت هذا خيط رقيق بزاف، ما غاديش يجي باين في الصوره. بسم الله دابا غنبدا لكم على 5. ها هو راس الخيط البنات، ها هو راس الخيط. غنحاول ما امكن نوصل لكم الفكره. ها راس الخيط البنات، نجيو حتى لهنا، نجمعو ها هو، وناخذ حتى هذا نجبد الخيط ونرجعو عاوتاني لهاد الجهه. راس الخيط هنا البنات، بلاتي راس الخيط ها هو، تيبش بينكم راس الخيط البنات ها هو. كنديرو عقده من هنا فين كان راس الخيط، كنديرو فيه العقده، كنعقدو. ها هي العقده البنات، ها هي هنا كتكون هاد الدائره مسدوده، وها الخيط جاي من هنا من هاد الصوفه فين جاي. كندخلو اصبعنا في هاد الفتحه في هاد الدائره ونجبدو الخيط، كنجبدو الخيط، كنجبدو الخيط. كيكون عندنا 3 الخيوط البنات، 3 ها هما 3، واحد جوج 3. كناخذ البومبينه وكنجمعوا. حاولي تزيري في الخيط ديال المبروم، حاولي تزيري شويه، راه هو كيتسرب شويه كيتزلق. وتجمعي البنات وتزيري شويه حتى توصلي لهاد الدائره. هاد الدائره راه مسدوده، دخلي صبعك وجبدي الخيط على ما قدرتي جبدي. الا كاين عندك شي واحد غيعاونك راه حسن، جبدي الخيط في هاد الدائره، جبدي الخيط وجمعي جمعي حتى توصلي عاوتاني لديك الدائره، غير جمعي حتى توصلي داك الدائره، راه يعني وصلت لديك الدائره البنات. ها هي عاوتاني كندخل صبعي وكنجبد، كنجبد الخيط ونجبد على ما قديت. تجبدي هكا وتجمعي، كيكون دائما عندك 3 د الخيوط وتجمعي. ها هي الطريقه ديال 3 د الخيوط البنات. دابا غندوزو نوري لكم على 5، على 5 البنات. كناخدو الخيط، ها راس الخيط، كنديرو
هكا نفس الخيط، كندورو الدائره الدائره الدويره، وكنجبدو عاوتاني نديرو هذا. شوف كديري لي هاك الشكل، ها هو هذا كيتعتبر ديال خمسه. عندنا ها واحد جوج ثلاثة أربعة، غنزيدو مازال خمس، ها هو هذا كيتعتبر خمس. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، عندنا خمسة د الخيوطة. هنا فين كاين راس الخيط البنات غديرو فيها عقدة، ماشي هاد الجهة، هاد الجهة كنجمع هادو هاد جوج الدوائر مع راس الخيط وكندير عقدة. تبعوا مزيان راه سهل البنات، ديروا عقده. ها العقده درتها عندي دابا، هاد واحد الدائره وواحد الدائره الثانيه وخيط، يعني هذا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، انتبهوا خمسه. غنقلبوها لهاد الجهه باش نوريكم، هاد دائره ثانيه، هذا غير خيط بوحدو، هذا جاي من الصوفة كنجبدو فيها الخيط، هذا غنجبدو منو الخيط. هاد الدوائر غندخل كل وحدة ندخل في الهاص تاعي ونجبد الخيط، وناخد الدائرة الثانية وندخل فيها صبعي من هاد الخيط، ماشي من هنا، من هاد الخيط اللي جاي من الصوفة. نجبد الخيط ونجبد حتى هو على قد، نجبهم بجوج البنات بجوج يديا في الدوائر بجوج، ها هما على ما قديتها جوج، وتحطيهم وجمعي دابا على خمسة الخيوط وجمعي حتى توصلي لجوج دوائر عاوتاني. كناخد هذه هي الاولى ونجبد، وناخد الثانيه من الخيط، من هذا الخيط ماشي من هذا، من هذا الخيط اللي جاي من الصوف من الكبه، ونجبد وندخل صبعي في هذا والصبع الثاني ندخله في الدائره الثانيه، ها هي ونجبد عاوتاني ونجمع حتى نوصل هاد الدوائر بجوج. ندخل عاوتاني صبعي هاد الدائرة ونجبد من الخيط اللي جاي من الكبة، وناخد هاد الدائرة الثانية ونجبد حتى هي منو، هنا الصوفة الخيط اللي جاي من الكبة، ونجمعهم بجوج بجوج ونجمع هو. البنات دائما عندي جوج هاد جوج دوائر، دائما عندي جوج دوائر. كندخل عاوتاني ونجبد الخيط على ما قديت، وندخل في هاد الدائره حتى هي، ونجبد من الخيط اللي جاي من الكبه ماشي هاد الخيط الاخر، ها اللي تجبدي وتجمعي. نتمنى تفهموا البنات وصلت لكم الفكره، اللي ما فهمتش شي حاجه من حقها تسولني في لي كومونتير، وانا غنجاوب اي سؤال، غنجاوب جميع التساؤل، غنجاوب على جميع التساؤلات ديالكم. دابا غندوز البنات الطريقة على أربعة، طريقة على أربعة البنات، كناخدو هادي ونجمعو فيها شوية د الخيط على ما قد، على ما قد، على القد اللي غي قدنا، كنجمعو كنجمعو البنات على واحد الخيط، على واحد الخيط البنات، على واحد الخيط. انا قصدت نخدم لكم في هاد الصفحه باش تبان لكم، اما راه الخدمه على هاد الخيط. المهم كنخدم كنجمع في هاد البومبينه حتى نجمع على قدر اللي بغيت، هكا الطريقه البنات، حتى نجمع على قد اللي بغيت ونتوقف، ما كنقطعش الخيط البنات، ما كنقطعش الخيط، كنحط البومبينه والكبه. ها هي نوريكم شويه، طلع شويه شبان شويه، ما كنقطعش الخيط البنات، ملي جمعت القد اللي بغيت في البومبينه كنحطها
وكنجبد الخيط من السو من هاد الكبه. ملي جمعت هاد الخيط في هاد الكبه في البومبينه ما كنقطعوش البنات، كنحط كنحطو هكايا وكنجبد الخيط من هاد الكبه، كندير الدائره ديالتي دائما، ها هي الدائره، هذا واحد جوج ثلاثة أربعة من هاد البومبينة كيتعتبر الرابع هكايا، ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة، كناخد هذا وهذا وكندير لهم فيهم عقدة، كنعقد باش تبان ليا، كندخل صبعي في هاد الدائرة، كنجبد من هنا من هادي، كنجبد من هاد الخيط اللي جاي من هادي ماشي من البومبينة، هادي غير كتجبدي الخيط ما كتخدميش فيها، كتجبدي الخيط وكتجمعي مع هاد الخيوط ثلاثة، ها هي دابا واحد جوج ثلاثة أربعة، كتجمعي في بومبينة، هادي كتعتبر هادي دابا ديال أربعة د الخيوط، كندخل صبعي في هاد الفتحة دائرة ونجبد الخيط، كنجبد الخيط نجبدو ونجمع معاه الرابع، واحد جوج ثلاثة أربعة ونجمع، تنوصل هاد الدائره عاوتاني دائما الخيط كنخدم اللي في الكبه ماشي اللي في هاد البوبينه اللي جمعت فيها واحد الخيط، كنجبد ويبقاو عندي اربعه د الخيوط البنات، ها هما اربعه د الخيوط، ها واحد جوج ثلاثه اربعه وجمعي. نتمنوا تفهموا الفكره البنات وفهمتوا الطريقه على اربعه وعلى ثلاثه وعلى خمسه الشعرات البنات، كنشكركم، كنتمنى وتشتركوا في القناه، اللي باقي ما مشتركاتش اشترك وتبارطاجيو البنات، بارطاجيو الله يخليكم، بارطاجيو باش توصل المعلومه لجميع البنات، ولايك كومونتير زوين، وشكرا وإلى اللقاء.